جيت على البيت وشفت الخراب انا ما بقدر بعمل شيء. يئست. شو بدي بعمل؟ شو بدي شيء؟ جيت على هالبيانو وقعدت وبلشت دق، وانا وعم دق هيك بلشوا هني ينطفوا ويرتبوا، ما لقيت الا اشخاص كتار اجوا يساعدونا وينطفوا ويعملوا. انا كاني بغير عالم قاعده وعم دق. رسالة بدي وصلها، إنه ما تيأسوا. هالشي مرة واثنين وثلاثة صار معنا وقبل بلبنان، وكل مرة أمنا، وهالمرة كمان إن شاء الله لبنان بيقوم. بالتسعينات صار انفجار رهيب، وأنا حسيت هيك هالمرة بإحباط وبيأس، إنه شو كل مرة بنتخرب وبنخسر وبنعمل ونرجع منبلش. هالمرة أنا ما بقى فيه. بقرب هيك إلي من جوزي، يمسك لي إيدي مثل العادة، قال لي مي بلشنا الطريق سوا، بننهيها سوا. قلت شو بدها تعمل حماتي نكست؟ يعني is she going لتقعد على الستة على البيانو او رح تروح تعمل شيء تاني تتفقد البيت؟ وانا الفكر تبعي كثير الوقت حامله الكاميرا لصور لاولادي اللي هن برا، عندي بنتين صبايا عم يدرسوا برا ويشتغلوا، حتى يشوفوا شو عم بيصير ببيت جدهم يلي هن كثير قرب من ستهم. الموسيقى كانت كل عمرها تعبير، بتعبري مثل ما بتعبري بالكلام، مثل ما بتعبري بالغنى، الموسيقى بتعبر. وانا كنت دائما اجي اقعد على البيانو اخذتها عادي اني بدق بتفاعل مع الموسيقى.